السلام عليكم. اليوم مختبرنا ما قبل الأخير هو عن الهارت ساوند وعملية الأوسكلتيشن، كثير سهل وكثير بسيط المختبر. رح نحكي عن الهارت ساوند. أكيد أنتو فاميليير موضوع اللب دب اللي هي الصوت اللي بنسمعه للقلب. رح نحكي عن الكاردياك سايكل. الكارديك سايكل نقدر نقسمها ل ventricular systole و ventricular diastole. هلا هذا نفترض الليفت هارت وهذا الرايت هارت. بتعرفوا الاتريو ventricular valves، ان الميترال valve بين الليفت اتريا والليفت ventricle، وترايكاسبيد valve بين الرايت اتريا والرايت ventricle. في عنا السيميلونر فالفز بين الليفت فنتريكل والأورطة بنسميه أورتيك فالف، وبين الرايت فنتريكل والبولموناري أرتري بنسميه بولموناري فالف. هلا الصوت اللي ممكن نسمعه باستخدام الستيثوسكوب، نحطه على تشيست وول بنسمع صوت. سببه هو إغلاق الصمامات، يعني عملية إغلاق الفالفز هي اللي بتعمل صوت وليس عملية فتحها، زي إنه الباب، فكرة إنه الباب لما تفتحه بتقدر تفتحه بدون صوت، لكن لما تسكره لازم تعمل صوت. فإذا نقسم الكارديك سايكل لفنتريكولار سيستول نبلش بيها، بناخد جزء الليفت، ونفس اللي بيحدث في الليفت بيحدث في الرايت. لما يزيد البلد بريشر جوا الليفت فنتريكل ويصير أعلى من الأورطة، بيتم فتح الأورتيك فالف، وبنفس الوقت البريشر اللي تكون هون بيحاول يدفع الصمام باتجاه الليفت أتريا، ولأنه في عنا الكورد تندني مع البابيلاري مصل بتشد الفالف ريفلتس باتجاه الفنتريكل، فهنا بيتكون عنا فايبريشن. هذا الفايبريشن، ولانه عنا الالاستيك الفالف عباره عن الاستيك تيشو، ونفس الشيء الكورد تندني الاستيك تيشو، بيصير فايبريشن. هذا الفايبريشن بيعمل صوت، بينتقل عبر الفنتريكولار وول والبلد كولم، وبينسمع على شكل صوت اللب. فاللب ساوند اللي هو الفيرست هارد ساوند بيحدث في بدايه الفنتريكولار سيستول. هلا during diastole بيقل عنا البريشر جوا الفنتريكل، البلد بريشر جوا الأورطة بيكون كثير أعلى، فبيحاول البلد يرجع backward، لكن anatomy of the semilunar valve prevent this backflow، وبيسكر عنا السيميلونر valves. عملية الإغلاق هون كمان بتعمل عنا vibration في الفالف ليفلت وبالبلد الموجود في الأورطة أو بالارتريز، بتكون عندنا السكند هارت ساوند اللي هو بنسميه الاس 2 أو الدب، فهو بيحدث في نهاية الفنتريكولار سيستول وبداية الفنتريكولار دايستول، ناتج عن الكلوزينج اوف سيميلونر فالفز. هلا الفرق بين الساوند 1 والساوند 2 of the heart إنه الـ S2 shorter duration إلو و higher frequency than S1، والسبب إنه الـ similar valves more taut than atrioventricular valves و greater elastic coefficient، يعني معامل المرونة أكثر، فبيعطي frequency أعلى. frequency يعني التردد، يعني عدد الاهتزازات اللي بتحدث في الثانية الواحدة بتكون أكثر في الـ S2 من الـ S1، والديوريشن لإله بتكون أقل. هلا S1 وS2 حكينا S1 بيتم إنتاجه بسبب الكلوزنج اوف اتيريو فنتريكولار فالز، وبيحدث في بداية الفنتريكولار سيستول. S2 اللي هو دب ساوند بيحدث في نهاية السيستول وبداية الدايستول، ناتج عن إغلاق السيميلونر فالف. هدول هم النورمال هارت ساوندز، يعني القلب ما بيحكيش لك كلمتين، S1 وS2 نورمالي. أبنورمالي في عنا other sounds ممكن تحدث، وفي عنا heart murmurs، في مشاكل بالsounds من الheart بتدل على abnormalities معين. يعني هلا بالنسبة للS3 والS4، خلال الventricular diastole بنقدر نقسمها ل 3 parts، first third وmiddle third وthird third اللي هو الثلث الثالث. الثلث الأول بنسميه rapid flow، بيكون معظم البلد اللي جاي من الأتريا بيدخل للفنتريكل خلال الثلث الأول. الثلث الثاني بنسميه دايستاسيس، بيكون في عنا slow flow of blood. والثلث الثالث بنسميه الأتريال
فاز اتريال فاز. ليه؟ لانه 80% من الفنتريكولار فيلينج بيحدث في فيرست تو ثيرد وبيكون باسيف، ما بده اي كونتراكشن من الاتريا. انقباض الاتريا بيعطينا فقط تقريبا 20% من اكسترا فوليوم في الفنتريكلز. هلا في نهايه الفيرست ثيرد وبدايه السكند ثيرد ممكن يظهر عندنا ساوند ومنسميه لو بيتش ساوند، يعني حسب الفريكوانسي الاس 1 والاس 2 بنسميهم هاي فريكوانسي ساوند، ترددهم عالي، بينما الاس 3 لو تردده بيكون قليل. هلا ايش سببه هذا الساوند؟ ناتج عن الربد ان رش اوف بلاد من الاتريا، دخول الدم من الاتريا للفنتريكل. في هاي المرحله بيعمل فايبريشن للبلاد الموجود جوا الفنتريكلز وبيعطينا الثيرد هارت ساوند. هلا ليش رح تحكوا لي ليش ما بلش من بدايه الفنتريكولار دايستول، ليه بلش من الميدل ثيرد هون؟ لانه يعني هي آراء وليست أشياء مثبتة، لأنه كمية البلد الموجودة جوا الفنتريكل ما بتكون كافية إنه يصير عندنا فايبريشن لدرجة إنه يعمل صوت، بينما في بداية السكند ثيرد بتكون كمية البلد اللي جوا الفنتريكل قادر إنه تعمل فايبريشن لحتى يطلع عندنا الثيرد هارت ساوند. هلا الثيرد هارت ساوند ممكن يظهر نورمالي عند الشيلدرن واليانج ادلت، لكن اذا ظهر عند الاولد ادلت بيكون مؤشر على ديسيز وبيكون اب نورمال. مثل احد الاسباب ممكن تؤدي لظهوره هو الهارت فيلر. هلا في عندنا كمان الثلث الثاني بنسميه سايلنت، ما فيه اي هارت ساوند. في الثلث الثالث ممكن يظهر عندنا اس 4 وظهوره دائما اب نورمال، يعني ما بيظهر بشكل طبيعي، بنسميه اتريال ساوند. ده لانه هون بمرحله انقباض الاتريا لما يكون في عندنا مشكله في الفنتريكل ادت انه تقل الكومبلينس اوف ذا فنتريكل. ايش يعني الكومبلينس اوف ذا فنتريكل؟ يعني قابليه الفنتريكل انه يتمدد اكثر قلت، فهذا الاشي بيعملنا او انه زاد الريزيستنس جوا الفنتريكل. مثلا في حال لفت فنتريكل هايبرتروفي اللي هو ممكن يكون سببه كرونيك هايبرتنشن، فبتقل الكومبلينس اوف ذا ليفت فنتريكل، فعمليه الاتريال كونتراكشن اللي هي اضافه ال 20% اوف اكسترا فوليوم تو ذا فنتريكل راح تعمل عندنا ساوند بنسميه الاس 4. هلا الهارت ساوند حكينا النورمال ساوندز اس 1 واس 2، في عنا الاكسترا هارت ساوندز اس 3 واس 4. اس 3 قلنا له اسباب نورمال وفي اسباب اب نورمال، الاس 4 ظهوره اب نورمال وبيظهر في حال ليفت فنتريكولار هايبرتروفي. هلا في عنا اذر ساوندز اللي هي كلها اب نورمال بنعتبرها، نقدر نعمل ديتكشن للهارت ساوندز عن طريق باستخدام ستيثوسكوب على التشست وول. هلا بدنا نعرف انه على تشيست وول نقدر نسمع عملية اللبدب، لكن اذا كان في عندنا ابنورماليتيز في واحد او اكثر من الساوندز بسبب مشكلة مثلا في فالف او اكثر من فالف، لازم نحدد وين المشكلة بالضبط. لهيك في عندنا different locations او landmarks بيكون عندنا اللي بنسميها المنطقة where sound from each valve best heard. يعني نفترض هاي الستيرنم، هون الستيرنم انجل بين المانيبوريوم والبودي وهذا الزيفويد بروسيس. الستيرنال انجل بتكون على مستوى السكند ريب، فالسبيس اللي بعدها هي السكند انتركوستال سبيس، ومنها بنقدر نحدد ثيرد فورث فيفث انتركوستال سبيس. هلا البولمونري فالف best heard على left second intercostal space، يعني على left part of sternum على second intercostal space، هون بنسمع أعلى إشي بيكون. فإذا في مشكلة أنا عندي في البولمونري فالف بلاحظها باستخدام استيثوسكوب في هاي المنطقة. الأورتيك فالف best heard على ال right second intercostal space. ترايكاسبيت فالف على الفورث انتر كوستال سبيس، يمكن ما تلاقوها يعني بكل الكتب انها فورث انتر كوستال سبيس، بسموها اللور ستيرنال انجل، يعني ممكن هنا او هون تكون. الميترال فالف بيست هيرد على الفيفث انتر كوستال سبيس ات ذا ليفل اوف ميد كلافيكولار لاين اللي هي منتصف الكلافيكل
على الفيفث انتركوستال سبيس. طبعا انتوا راح تحكوا ليش مش الصمام مش هون موقعه فعليا الفالف لفوق شوي، لانه احنا بنسمع الساوند اللي ناتج عن ابنورماليتي في فالف معين في الدايركشن اوف بلاد فلو فروم ذس فالف، مش على الفالف مباشره. فمثلا الميترال فالف جاي البلاد من الليفت اتيريا لا الليفت فنتريكل، فاتجاه الساوند جاي باتجاه الابيكس اوف ذا هارت، بينما الاورتيك فالف جاي البلاد من الليفت فنتريكل على الاورطه، ف بيكون اتجاه المنطقه اللي انا بسمع الفايبريشن اعلى شيء بتكون في الدايركشن اوف بلاد فلو من هذا الفالف. هلا الابنورمال ساوندز هيرد اوفر ذا هارت بنسميها الهارت ميرمرز. هلا في عندنا كثير اسباب، بدايه بدكم تعرفوا انه الابنورمال ساوندز جاي من تيربولنت بلاد فلو، لانه النورمال واللامينر بلاد فلو سايلنت يعني ما له اي صوت. التيربولنت بلاد فلو ناتج عن زياده سرعه البلاد خلال الباسج ويرز اللي لازم يمر فيها البلاد نورمالي. طيب متى بده يصير عندنا البلاد فلو تيربولنت؟ في عندنا كثير اسباب، ممكن يكون مشكله في الفالف نفسه فالفولر ديس اوردر بسبب انه واحد من الفالفز لازم انه يكون كلوزد بمرحله معينه، لكن بسبب ديسيز معين بطل يسكر منيح، فصار يعني مفتوح شوي الفالف مع انه هو المفترض يكون مسكر. فبنسمي هاي الحاله ريجورجيتيشن، يعني في ارتجاع. مثلا نرجع للهارت، لنفترض هون في حال السيستول المفترض الميترال فالف يكون كلوزد والاورتيك فالف اوبن، لكن بسبب ديسيز معين في الميترال فالف ما سكر منيح الميترال فالف. فلما يصير عندنا سيستول جزء من البلد رح يصير له ريجورجيتيشن او باك فلو يرجع من الفنتريكل للاتيريا، وهذا الاشي بيعملنا ساوند او ميرمر هارت ميرمر. السبب الثاني برضو ممكن يكون مشكله بالفالف اللي هي عمليه الاستينوسيس. مثلا في حال الدايستول لازم انه الميترال فالف يكون اوبند، نفترض الميترال فالف كان فيه مشكله معينه وما فتح بشكل كافي فيه ستينوسيس تضيق، فالبلد خلال عمليه الفلو من الاتيريا للفنتريكل رح يعمل عندنا ميرمر اللي هو ابنورمال هارت ساوند. سبب اخر للابنورمال هارت ساوند هو الاستراكشرال كاردياك ديفكت، مثلا فنتريكولار سيبتال ديفكت اتيريال سيبتال ديفكت، انه في كونجينيتال ديفكت بالعاده بتكون تشوه خلقي بين في الهارت، بصير البلد يعمل فلو بين تشامبرز مش لازم يصير بينهم فلو. نفترض مثلا في عنا مشكله في السيبتم بين الليفت والرايت فنتريكل وصار فلو بين الفنتريكلز، هذا رح يعملنا ابنورمال هارت ساوند. السبب الاخير بنسميه انوسنت هارت ميرمرز، يعني السبب مش مشكله بالهارت، ستراكشر اوف ذا هارت از نورمال والفالفز نورمال، لكن في عندنا زياده في البلد فوليوم والبلد فلو ثرو ذا هارت، ممكن تحدث في البريجنانسي خصوصا بالثيرد ترايمستر. تقريبا 80-90% من حالات البريجنانسي بيظهر عندنا ابنورمال هارت ساوند. الفيفر في حال الانيميا لانه بتقل الفيسكوسيتي اوف ذا بلاد، في حال الهايبر ثايروديزم برضه لانه بيزيد عندنا الفوليوم اوف بلاد فلوينج ثرو ذا هارت. بتعرفوا الثايرويد هرمون لها بوزيتيف انوتروبيك اند كرونوتروبيك افكت على الهارت. هلا عمليه تشخيص الهارت ميرمرز، بالنهايه انا بدي اسمع الهارت ساوند باستخدام ستيثوسكوب او بسجله من خلال الفونوكارديوغرام. اذا في عندي غير اللاب دب اللي هم الفيرست والسكند هارت ساوند بيكون في عندي ابنورماليتي. بقدر احدد الاكسترا هارت ساوند ثم اس 3 والاس 4 بسهوله. الميرمرز بتكون كونتينيوس، يعني انه مش صوت واحد وبيختفي، تكون مستمرة خلال فترة معينة. هلا في البداية بحدد هل عندي ميرمرز ولا لا، هارت ميرمرز. إذا يس لازم أحدد هل ميرمرز، إذا يس لازم أحدد هل أنا سمعت الأبنورمال ساوند خلال السيستوليك فيز أوف فنتريكولار سيستول ولا خلال الدايستول.
كيف بدي اعرف بعمل لوكيشن للاس 1 والاس 2؟ هم نورمالي لازم يضلهم موجودين يعني. فبحدد الاس 1 والاس 2. هلا واحد منكم رح يحكي كيف اميز الاس 1 عن الاس 2؟ الاس 1 بيحدث خلال الفنتريكولار سيستول، فبقدر انا اربطه مع البلس، فبقدر احس البلس للبيشنت بنفس الوقت اسمع الهارت ساوند. فالوقت اللي انا بحس فيه البلس هو وقت الاس 1 اللي هو خلال الفنتريكولار سيستول. هلا انا سمعت ابنورمال ساوند، هل سمعته بين الاس 1 والاس 2 يعني خلال السيستوليك فيز اوف فنتريكل، ولا انا سمعته بين الاس 2 والاس 1؟ نفترض هون كمان عندنا سايكل ثانيه فنتريكولار سيستول بين الاس 2 والاس 1، فانا لازم احدد هل سمعته خلال السيستوليك فيز ولا خلال الدايستول. بعدين لازم احدد وير ات از بيست هيرد، وين انا سمعته افضل، من خلال اللاند ماركس اللي حددناهم للفالفز. هل انا سمعته بمنطقه الميترال فالف ولا الترايكسبيد فالف ولا البولمونري فالف ولا الاورتيك فالف؟ كان الصوت اعلى عندي حتى احدد هل المشكله باي فالف من هدول. بعد هيك انا بدي اربط الموضوع مع اي فالف لازم يكون اوبن خلال السيستول واي فالف لازم يكون اوبن خلال الدايستول. مثلا خلال السيستول لازم يكون انا عندي اوبن هو الاورتيك فالف والبولمونري فالف، ولازم يكون عندي كلوزد مسكر الميترال فالف والتراي كاسبيد فالف. وخلال الدايستول لازم يكون عندي مفتوح ايش؟ الميترال فالف والترايكاسبيد فالف، وكلوزد هم الاورتيك فالف والبولمونري فالف. هلا نرجع نعيد بشكل مبسط. هلا انا سمعت انه في عندي ابنورمال هارت ساوند ميرمرز، يس. حددت باي وقت سمعته من الكارديك سايكل، خلال الفنتريكولار سيستول ولا خلال الفنتريكولار دايستول. بحكي الوضع الطبيعي ايش لازم يكون عندي من الفالفز اوبند وايش لازم يكون عندي كلوزد. مثلا في حال السيستول لازم يكون عندي الاورتيك والبولمونري فالف اوبن، في حال والميترال والترايكاسبيد فالف كلوزد. فبستخدم ستيثوسكوب وير ذا ابنورمال ساوند از بيست هيرد، فبقدر احدد باي منطقه. اذا كان سمعته في منطقه الاورتيك فالف فانا عندي اورتيك ستينوسيس، لانه لازم يكون مسكر اوبن الفالف، لكن ظهر عندي ابنورمال ساوند بسبب انه فيه ستينوسيس او بولمونري ستينوسيس. اذا سمعته في منطقه الميترال فالف هو مفترض يكون كلوزد، لكن عمل عندي ابنورمال ساوند بسبب مش ستينوسيس، اكيد بسبب ريجورجيتيشن. ونفس الاشي تراي كاسبيد فالف رح يعمل عندي ابنورمال ساوند بسبب ريجورجيتيشن وليس بسبب ستينوسيس. والامور بالعكس بتصير في حال الدايستول، انا عندي ابنورمال هارت ساوند وظهر عندي بين الاس 2 والاس 1 يعني في فتره الدايستول. ايش لازم يكون عندي من الفالف اوبن؟ المايترال وترايكاسبيد فالف. فاذا كان عندي ابنورمال ساوند في منطقه المايترال فالف على تشيست وول، فبيكون عندي مايترال وفي عندي ابنورمال ساوند في حال الدايستول لازم يكون عندي اوبن، اذا في عندي ستينوسيس مايترال ستينوسيس. اذا سمعته في منطقه الترايكاسبيد فالف كمان انه في عندنا ستينوسيس لانه هو المفترض يكون اوبن. بينما اذا انا سمعت الابنورمال ساوند كان هايست على منطقه الاورتيك فالف والمفترض يكون كلوزد، فمعناها السبب ريجورجيتيشن. وبمنطقه البولمونري كمان عندنا ريجورجيتيشن. هلا بعد ما حددنا انه هذا الشخص عنده ميرمر ابنورمال هارت ساوند، وحددنا باي مرحله من الكارديك سايكل حدث هذا الابنورمال ساوند، في السيستول ولا الدايستول، حصرنا كل الاحتمالات الممكنه، وعلى تشيست وول حددنا وير ات از هيرد
loudly. ممكن نحدد طبيعة الصوت كمان، هل هو blowing sound ولا grating sound، وبتقدروا تسمعوا أمثلة على اليوتيوب لأمثلة على الصوت grating ولا blowing sound. وفي كمان عندنا grading system من 1 لـ 6 بالنسبة للintensity of sound، كم شدة الصوت، لأنه يعني في عندنا مثلا stenosis severe، في mild، وبناء على هيك بتتصنف. هلا في الفونوكارديوغرام كمان شكل الويفز اللي بتظهر على الفونوكارد من خلال الفونوكارديوغرام ممكن يساعدنا في تحديد الدياجنوسيس. ناخذ بعض الامثله من كتابكم. بدايه الاورتيك ستينوسيس. اورتيك ستينوسيس بيحدث خلال السيستوليك فيز، الاجكشن اوف بلاد فروم ليفت فينتريكل توورز اورتا، بيكون في constricted أو small diameter of the aorta، فهذا بيعمل عنا turbulent blood flow وبيعملنا abnormal heart sound، ويصنف إنه grating sound. والaortic stenosis هي most common valvular heart disease. لاحظوا إنه الساوند بينسمع بين الأس1 والأس2، بيظهر لي خلال systolic phase of cardiac cycle. لاحظوا الساوند كيف بداية بالانتنسيتي لإله قليلة بتبلش تزيد وبعدها بتقل. هلا ليش بتزيد؟ لأنه خلال الفنتريكولار سيستول البلد بريشر جوا الفنتريكل كثير عالي، أعلى من الأورتيك بريشر، يعني في فرق في البريشر كثير عالي، بالتالي عملية البامبينج اوف بلد رح تعطينا ساوند وذ هاي فريكوانسي، انكريز فريكوانسي، بنسميه كريسندو دايركشن، يعني في زياده في شده الصوت. بعد هيك البلد بريشر، الفرق بين البريشر بين في الاتريا والاورطة رح يصير يقل، فبالتالي الانتنسيتي اوف ذا ابنورمال ساوند بترجع بتقل في باقي مرحله السيستول، بنسميها ديكريسندو. ولاحظوا هو رح يرسم لنا الشكل، بنسميه دايموند شيب او زي الطائره الورقيه اللي بتكون هاي المثلثه، شكل الدايموند، انه في زياده في الفريكوانسي وبعد هيك بتقل. فهذا ممكن يساعدني برضو بتحديد وين عندي انا الابنورماليتي في الفالز. هلا نيجي للاورتيك ريجورجيتيشن. في حال اورتيك ريجورجيتيشن الساوند راح يظهر، الاورتا لازم يكون كلوزد، لكن بسبب ديسيز معين هو نوت كلوزد بشكل كافي. فخلال الدايستوليك فيز راح يصير باك فلو اوف بلاد من الاورطة للليفت فينتريكل، وهذا راح يعملنا ابنورمال هارد ساوند على طول الدايستوليك فيز اوف فينتريكل. هلا نيجي للميترال ريجورجيتيشن. الميترال فالف المفترض يكون عنا كلوزد لما يكون في عنا فينتريكولار سيستول، لكن بسبب انه في عنا انسفيشنسي في هذا الفالف رح يصير عنا باك فلو اوف بلاد من الليفت فينتريكل للليفت اتيريا، ورح يعمل ابنورمال ساوند في خلال السيستوليك فيز. ولاحظوا الساوند رح يكون بلاوينج ساوند نوت جريتنج ساوند بنسميه. الحالة اللي توقعت عنا رح نحكي عن هاي الميترال استينوسيز. في حال الميترال فالف لازم يكون عنا open في حال الدايستول، بالتالي لما يكون فيه استينوسيز رح يعمل عنا abnormal sound في فترة الدايستول. لكن لاحظوا الساوند ببلش يظهر مش في بداية الدايستوليك فيز، بفترة متأخرة، والسبب انه كمية البلد اللي بتكون في هاي المرحلة جوا الفنتريكل مش كافي انه يعمل عنا vibration، يعني انه يتحرك البلد back and forth لدرجة انه يعمل عنا vibration ويظهر عنا sound. لكن بعد هيك بتصير كمية البلد اكبر، وبالتالي بيظهر عنا الفايبريشن على الفونوكارديوغرام.